سياسات إسرائيلية قمعية يعاني منها آلاف المواطنين الفلسطينيين في حي المحطة العربي بمدينة اللد، يسبب عدم توفر الحماية أمام سكة الحديد التي تعتبر الأخطر بالبلاد. احنا موجودين هون في حي المحطة لأنه سمي على اسم محطة السكة الحديد. هذا حي تاريخي موجود من فترة الانتداب البريطاني، له تقريبا 100 عام، وهذا المحل الوحيد في كل الدولة اللي فيه 8 سكك حديدية واحدة ورا الثانية، ما في كمان ولا محل بيشبه. وهي أكثر محطة مشغولة بالقطارات يوميا، مئات القطارات بتمرق من هون يوميا. من ناحية ثانية عندنا الحي التاريخي ساكنين فيه آلاف الناس، هذا المدخل الوحيد للحي، المدخل الوحيد والمخرج الوحيد من الحي. عملياً آلاف الناس بيضطروا يضلوا على الأنين كل يوم ساعات، يعني بيخسروا يومياً بسبب أمر بسيط جداً هو الاستهتار والعنصرية والتمييز. هنا في سكة حديد قطار بمرق يوميا عشرات القطارات من هاي المحل، وهاي الطريق اللي بتربط الحي، حي دار شعبان، بالمدرسة. فعمليا مئات الأطفال يوميا بمرقوا عن طريق السكة هاي يوميا، في خطر على حياة الأطفال يوميا. والحل حل بسيط جدا وصرنا طرحينه على مدار عدة سنوات، أنا هلأ عم بحاول كمان بالكنيسة تقدمه، أو نفق أو جسر زي ما هو موجود في كل بلاد بأي منطقة اللي فيها منظر بيشبه. أنت بتأخر حياة آلاف البشر على مدار ساعات يوميا. الحل حل بسيط جدا، ولكن الاستهتار والعنصرية هي اللي مانعة هذا الحل، لأنه ما في مشكلة ميزانيات. في السنوات الأخيرة إسرائيل استثمرت في موضوع السكك الحديدية والقطارات مليارات الشواكل، مليارات. فكان في مجال انه الحل يكون اسهل من هيك بكثير.